للأسف يا سيد أحمد، منطقتنا العربية ليست في أسعد حالاتها للأسف. يعني مثلا لو نظرنا فقط إلى ليبيا سنجد أزمة حقيقية، يعني ربما ستذهب إلى المجهول، ربما حتى لا أحد يتوقع غدها. ما هو تصور المجلس العالمي للتسامح بالنسبة لأزمة الليبية؟ لأن الأمانة العامة دعت قبل أسبوعين في 11 من الشهر الجاري إلى وقف الإطلاق النار هناك. نعم، أنا أشكرك. في الواقع يعني المجلس العالمي للتسامح والسلام تناول هذا الموضوع بجدية عالية جدا وبأكثر من مستوى، على مستوى البرلمانيين وعلى مستوى رؤساء برلمانات وعلى مستوى الجمعية العمومية، الذين أصروا جميعا على أن ندعم الخيار، خيار السلام وخيار يعني إنهاء هذا الإشكال أو الدمار المحدق بليبيا. في المجلس العالمي للتسامح والسلام نحن نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف. نحن بما يخص ليبيا نحب كل ليبيا، ولكن سيد الفاضل من الضروري أن يعلم الجميع وأن نعلم بأن ليس من حق أي مجموعة أن تستقدم قوى خارجية مدعومة بإرهابيين أو بمضللين أو بفئات خارجة عن القانون لتستنزف مقدرات الدول ولتستنزف مقدرات ليبيا وأن تحارب أو تصنع الدمار والحرب بين أبناء الجلدة الواحدة وبين أبناء ليبيا. وخصوصا نحن لا نتكلم عن ليبيا فقط سيد الفاضل، نحن نتكلم عن منظومة الوطن العربي. نعم. المجموعة العربية، نحن هذا الشأن العربي داخل، يرفض المجلس العالمي للتسامح والسلام تدخل أي فئة وأي مجموعة كانت، لأن ذلك سيد الفاضل قد يفتح الباب على مصراعيه. كل مجموعة ليس لها يعني لديها مشروع خاص تستخدم قوة خارجية وأن يعني تعقد معها اتفاقية، مع العلم بأن كل الاتفاقيات التي أبرمت، إذا كنا نتكلم عن ليبيا مع نتكلم عن تركيا بصورة عامة، غير مقبولة، لأن كل الاتفاقيات لابد أن تأخذ مسار، لابد أن تمرر على البرلمان ويتم مناقشتها والاتفاق عليها، لا ترمى الاتفاقيات جزافا لأن يعني تدعم فئة معينة، والفئة هذه ليست لديها كل الشرعية التامة. لو رجعنا إلى منظوم إلى قانونية يعني تسلط هذه المجموعة على 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 مقدرات الشعب أو أن تتكلم باسم شعب، لو رجعنا وتمحصنا كثير في هذه القضية لوجدنا أن هناك اختراق كثير وخلط وقانون غلط. أن تستخدم أي حد وأن تتكلم لا، نحن في الوطن العربي كمواطنين عرب نتكلم، نحن نحب الشعب الليبي كله. نعم. ومؤمنين بأن الشعب الليبي له مكانته في الوطن العربي، ويعني نحن يعني نشيد وأشاد البرلمان الدولي للتسامح والسلام بمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحل السلمي، وأيضا أشاد بدعم البرلمان المصري أو المجلس النواب المصري لأن يدافع عن مقدرات الأمة وأن يحفظ هذه يحفظ مستقبل ليبيا ومستقبل العالم العربي. نحن لا 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 نستطيع أن نعيش من فترة من الزمن ونحن في صراعات وحروب. يعني لدينا الله سبحانه وتعالى وضع الوطن العربي في ثلاث قارات. نعم. أو على يعني اتجاه صحيح. ثلاث قارات. صحيح. ولدينا هناك من الأصدقاء وليس لدينا من يعني نعم. تفضل سيد أحمد، اسمح لي بهذا.